الله، مع انه شوف يقال ان النساء الدين الاسلامي بيهين المرأة بحكاية تعدد الزوجات، لا ويقال في كل، مع ان الدين الاسلامي لما نزل هو حفظ للمرأة كرامتها. نعم، ده كان قبل الإسلام تزوج بعضهم 10، سبحان لكن الله. لما جاء الإسلام فرض ما يزيدش عن 4 ويفارق ما زاد عن 4. إذن كان في تعدد زوجات قبل كان في الإسلام، قبل الإسلام. أمال ليه الموضوع كبر قوي وبعدين على الرسول بعد ما نزل عليه الإسلام؟ الصلاة والسلام لما كان الصلاة والسلام زوجاته بهذه المثابة كانت من بإرادة الله هذا التعدد، من أجل حكم شرعية سبحان الله. ليوطد علاقاته بالبيوت والأسر والقبائل، لتحمل المرأة فقه المرأة إلى بنات جنسها، من أجل حكم، كل واحدة كانت لها حكمة لسبب، كل زيجة تشريعية، كانت لسبب. حتى إنه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، توفي وعنده 9، سبحان الله، توفي رسول الله عن عليه 9 الصلاة نسوة والسلام. إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تعلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، 36 كلهن مهذبون. ما شاء 9 الله، أمهات المؤمنين. رحمهم الله جميعا يا رب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى النموذج الأمثل، سبحان ما الله. كان يتشدد على واحدة منهن إذا وجد طعاما أكل، إذا لم يجد يقول نويت الصيام، وما عاب طعاما قط، ما قدم إليه شيء فعابه، وكانت حياته مع أمهات المؤمنين حياة طيبة رقيقة، عذبة التناول، مما يجعل جميع الأزواج يقتدون به صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام.